وكمل هذا المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام، مع خوفك كل حسد، كل تجربة، كل فعل الشيطان ومرات الناس الأشرار، قيم من عند الخفين والظاهرين، انزحها عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا، أما الصلاحات والنفعات فارزقنا، كأنت الذي أعطيتنا السلطان ندوس الحياة والعقارب كل قوت العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالنعمة الرفعت محبة البشر ابنك الوحيد ربنا ولهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا الذي آمين. يقبل المجد والكرامة والسجود تليق بك مع الروح القدس المحمد لك الآن وكل ظهر الدول كلها آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، تفضل يا محب. عظيم رحمتك مثل كثرة رأفتك امحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي من خطي طهرني، لأني أعرف اسمي خطيئتي في كل حين. لك وحد أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكم، لأني هنزل بلا سامح حبل أبي بالخطايا ولدتني أمي، لأنك كذا قد أحبت الحق إذا وضحت لي غوامض حكمتك ومستوراتها. تنضح لي بزوفاك فاطر، تغسلني في أبيض أكثر من السلك، تسمعني سورة وفرح تاج أعزائي متواضع. اصرف وجعك عن خطاياي وامحو كل أسامي، قلبا نقيا اخلقه فيا الله وروحا مستقيما جده فيا أحشائي. لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزحه مني. منحني بعدة خلاصك وروح لا يسع عضدني، فعلم الأسمى الطرق المفقون إليك يرجعون. نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي وابتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتي في خبر فهم تسبيح، حتى أنك لو أسرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، ولكن أكثر المحرقات في الذبيحة لله روح منسحب. القلب منكسر متواضع ليرزله الله. انعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ صار بذبائح البر قربان محرقات يقربون عن مذبح كالعيقول. شوي سنينين بشوي سنينين أمين اللي يازوك سابت ليك جمعت الكنين كيستوس نصر تزبح صلاة النوم اليوم البرق قد النسيح ملك نرجع في ختم ترتيب مزامير وعلمنا دول الملك بركاته لجميعنا أمين. تفضل محب وزحل من الأعماق صرخت إليك يا رب، يا رب استمع صوتي، لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي. إن كنت الآثام راصدا يا رب، يا رب من يثبت لنا من عندك المغفرة، من أجل اسمك صبرت لك يا رب، صبرت نفسي لناموسك، انتظرت نفسي الرب من محرس الصبح إلى الليل، من محرس الصبح الليل، لأن الرحمة من عند الرب عظيم وخلاص هو يفتدي إسرائيل من كل آثام. هللويا. يا رب لم يرتفع قلبي ولم تستعلى عيناي، لم أشك في العظام ولا في العجاب التي هي أعلى مني، فإن كنت لم أتضع لكن رفعت صوتي مثل الفطيم من اللبن على أمه، كذلك المجازاة على نفسي، فليتكل إسرائيل على الرب من الآن وإلى الأبد. هللويا. زوكساس يوس يوس وإنجيل فصل بشارة ماري معلمنا لوقا الباشنجيلي بركاته لجميعنا أمين. وإذا إنسان كان أبو تشامس بسرعان وهذا الإنسان أبرا أنت كان متوقف والروح القدس وكان روح أكبر بروح لك وبرك يكمل قول الله بسلامة النشطة مقر خريستوس بكيوتن أغاستوس بأسواب جي أكيك ستي من هو زائن عتيدا نقفنا من الدين العالم رب مرتعب من كسر الزنوب، لأن العمر المقضي في الملا يستوجب الدينونة، لكن توبي يا نفسي ما دمت في الأرض ساكن، من التراب في القبر لا يسبح ولا سفر المات من أسكر في الجحيم يشكر، بل أن هذا من رقاد الكسر تدعى المخلص بالتوبة، قل لما ارحمني وخلصني. سافتريك أيوك أجيب نظماتي لو كان العمر سارت من هذا العالم أبدا لك أنك يا نفسي حق واضحة، لكن إذا كشفت فعل لك ربي وشر القبيح من بين العدل فأي جواد تجبين وأنت أسير الخطأ من طرح في غضاء الجسد متهاون إلى المسيح إحنا لكرسي حكمك المرهوب أفزع ولمجلس دنودك أخشى عن نور شعلة أوتك أجزع عن الشرف المتدمس الراقد على فراش المتهاون في حيث لكن أتخذ صورة العشر قارع عن صدري قائلا اللهم اغفر لي فإني خاطي. كيني كأي كيستوسي ونستونيون آمين. حيات العذراء مريم إزبل إزلك السلام معنا العبد وكبدا مواجل أفكار ردو يعني ومجد نفس المريض للصلاة والصار لبنا استغرقت في صبات عميق، فإنكم من قادر رحيم ومينة والد ينبو الحياة ملك ولا يسوى المسيح رجائي. تفضل يا رب أن تحفظنا في هذه الليلة، تفضل يا عجيبي تحفظنا في هذه الليلة بغير خطية. مبارك أنت أيها الرب إلهنا إله أبانا متزايد بركة واسمك القدوس مملوء مجدا لابد آمين. فلتكن رحمتك علينا يا رب كمثل اتكالنا عليك، لأن عين الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين. واسمعنا يا الله مخلصنا يا رجاء أكثر الأرض كلها، واحفظنا من جيل آجل ولا أبد آمين.
مبارك أنت يا رب، علمني عدلك، مبارك أنت يا رب، فهمني حقوقك، مبارك أنت يا رب، أنر لي برك يا رب، رحمتك دائما الأبد، أعمال يديك يا رب لا ترفضها، لأنك يا رب صرت لي ملجأ من جيل إلى جيل. أنا طلبت الرب وقلت ارحمني وخلصني نفسي، فإني أخطأت إليك يا رب، التجأت إليك فخلصني وعلمني أن أصنع مشيئتك، لأنك أنت هو إله وعندك ينبوع الحياة ونورك يا رب نعين النور، فلتأت رحمتك الذين يعرفونك وبرك المستقيم القلوب. تفضل يمين، ارحمنا قدوس الله. تفضل يا محب، قدوس الله قدوس قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت لا يزول ولا يعزر، ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت صلب عنا، ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت قام لموت صعد للسماوات، ارحمنا. المجد للاب والابن والروح القدس الان كل من دهر دور امين. يا يسوع قدوس ارحمنا، يا يسوع قدوس ارحمنا، يا يسوع قدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا اثامنا، يا رب اغفر لنا زلاتنا، يا رب تقبل مرضى شعبك، اشفيهم من اجل اسم القدوس. ابانا اخواتنا الذين رقدوا ربنا اي نفوسهم ايامنا هو بالخطيه، رب ارحمنا. يا رازب الخطيه رب عنا قلت بلايتنا ليك، لانك لك المجد والعزه والقديس المثلث، يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك امين. نقول بالشكر يا ابانا الذي في السماء. تفضل يمين معار، السلام لك يا سيدك القدس الممتلئ مجدا. مينا معانا؟ مينا انا اسف كنت حاطط على ميوت. السلام لك نسالك يا القديس الممتلئ مجدا العذراء كل حين ولاده الله ام المسيح. اسعدي صلواتنا لابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام التي ولدت لنا النور الحقيقي العذراء المسيح الهنا العذراء القديسه. اسألي الرب عنا ليصنع رحمة مع نفوسنا ويغفر لنا خطايانا. يا العذراء مريم والدة الإله القديس الشفيعة الأمينة لجنس البشرية، اشفعي فينا أمام المسيح الذي ولدتيه لكي يعمل لنا بغفران خطايانا. السلام لك يا أيتها العذراء الملكة الحقيقية الحقانية، السلام لفخر جنسنا ولدتي لنا عمانوئيل. نسألك أن تذكرين يا أيتها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا. كمل يا حبيبي، نعظمك يا أم النور الحقيقي. نعظمك يا أم النور الحقيقي ونمجدك يا ترى العذراء القديسة ولدة الإله، لأنك ولدت لنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا ملكنا المسيح فخر الرسل الإكليل الشهداء تهديد الصديقين سبات الكنائس وغفران الخطايا، نبشر بالثالوث القدوس لغاية واحد نسجد له ونمجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب وبارك أمين. أحب تفضل بالحقيقة نؤمن بإلهنا الله الاب ضابط الكل خالق السماء والارض ما يرى وما لا يرى، نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاب قبل كل الدهور، نور من نور الى حق من الى حق، مولود غير مخلوق مساوي للاب في الجوهر الذي به كان كل شيء، هذا الذي مجد نحو البشر مجد خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم القبر وقام بالاموات في اليوم السادس كم الكتب وصعد للسموات وجلس عن يمين ابيه وايضا ياتي في مجده لدين الحياه والاموات الذي ليس لمكان قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحب صغم الآب نسجد له ومجده مع الآب والابن ناطق الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتية. آمين. يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا من كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا ليسون كريا ليسون كريا ليسون ليسون كريا ليسون يا رب ارحم ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا لا قدوس قدوس قدوس. تفضل يا محمد. رب السماوات السماء والارض مملوءتان مجد وكرامتك، ارحمنا يا الله الاب ضابط الكل، يا الثالوث القدوس ارحمنا يا رب اله القوات كن معنا لاننا ليس معين في الشيطان دقاتنا سواك، حل واغفر واصفح لنا الله سيئاتنا التي صنعناها بارادتنا ولا صنعناها بغير ارادتنا، التي فعلناها بمعرفه والتي فعلناها بغير معرفه، الخفية والظاهر يا رب اغفرها من اسم قدوس الذي يزدو علينا كرحمتك يا رب وليس خطيانا. وجعلنا مستحقين كل بالشكر يا ابانا الذي في السماوات.
اسمك ليك القدس تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض وتعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا فإن احنا المذنبين عليك وفي التجربة لك نجينا من شريك المسيح صار بان والقوى المجد لابد امين. تحليل صلاة النوم. يا رب جميع ما أخطأنا به لك في هذا اليوم تفضل يمينك. إن كان بالفعل أو بالقول أو بالفكر أو بجميع الحواس فاصفح واغفر لنا من أجل اسمك القدوس كصالح ومحب البشر. وأنا علينا اللهم بليلة سليمة وبهذا النوم مطهرا من كل قلق ومن كل وارسل لنا ملائكة السلام ليحرسنا من كل شر ومن كل ضربة ومن كل تجربة العدو بالنعمة ورأفة ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلاصنا يسوع المسيح هذا الذي من قبله يليق بك معه المجد والإكرام والعزة مع روح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل الأوان وإلى دهر الدهور آمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت في كل ساعه في السماء والارض المسجود له مجد المسيح الاحمى الصالح طول الروح الكثير الرحمه جزيل التحمل الذي يحب الصدقين ورحم خطأ الذين ولم انا الذي لا يشاء موت الخاتم استمع رجعه ادعى الكل الخلاص لاجل موعد الخيرات المنتظر يا رب اقبل منا في هذه الساعه وكل ساعه في البطن سهل حياتنا ارشدنا العمل بسيط قدس ارواحنا طهر اجسامنا قوم افكارنا نقي نياتنا اشفي امراضنا اغفر خطايانا نجينا من كل حزن الذي يوجع قلب حيط مملكتك القدسين كان يكون معسكر ومحفظين ومشهدين لنصل التحايد لمن معرفت مجد غير محسوس وغير محدود فإنك مبارك لابد أمين وجعلنا رب نكون مستحقين لكل الشكر يا أبانا الذي في السماء تقدس اسمك ياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض خبزنا كفافنا أعطنا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين علينا ولا تدخلنا في التجربة ولكن نجنا من الشر المسيح يسوع لك الملك والقوة والمجد والأبد عيش وتصلي حبيبي ايش وتصلي يا ابونا هنقول ترنيمة دلوقتي يا ابونا معنا ايفا بارك حبيبي سلام يا ابونا اهلا اهلا يا حبيبتي ازيك تفضل الايات ماشي تفضل يا حبيبي and
إليك أنا أتي إليك. دكتور هاني معانا النهارده يا محمد؟ معانا دكتور هاني وموجود معانا ابن اهلا بيك يا دكتور. سلام يا ابونا، وحشني. سلام، ازيك يا حبيبي؟ انت اكتر، ربنا يخليك. اخبارك ايه؟ اشكر ربنا والحمد لله. ربنا يخليك حبيبي، حافظ عليك. وقلتك عايز نبتدي دلوقتي؟ حلو. احب عندك حاجه ثانيه يا دكتور هاني؟ ابتدي حبيبي. لا يتفضل، يبدا يا ابونا. اتفضل يا دكتور. اتفضل. اوكي، اتفضل حبيبي. تفضل. بارك يا ابي. بسم الاب والابن والروح القدس الواحد، امين. تفضل. طيب، يعني موضوع حساس، لكن موضوع الساعة اللي ما يعرفش فيكم، نيوجيرسي قررت هي وكاليفورنيا انه بيدرسوا المثلية الجنسية من سن كيندر جاردن لغاية فوق. نيويورك بيبحثوا الفكرة، وأعتقد إن إحنا كنا حطينا زي بيتيشن كده الناس تعترض، وما نعرفش إيه اللي حصل لغاية دلوقتي. أنا مش هتكلم في أي حاجة سياسية، بس أنا يهمني حاجتين: نظرة الإنسان المسيحي للموضوع ده، ومعاملتنا مع أولادنا وردودنا عليهم. أطلب من ربنا إن الحاجتين دول أعرف حققهم. الحاجة الأولانية، مهم جداً يا جماعة تفرقوا بين نظرة المصري ونظرة المسيحي لواحد خاطي، مختلف تماماً. هتلاقوا أن نظرة المسيح كعين المسيح ونظرة واحد شرقي لواحد مثلاً جاي مختلفة تماماً. يعني أنا متهيألي ممكن ناس شرقيين يقبلوا زناة ستات ورجالة وما يقبلوش جيس. ربنا هو الخطية خطية، والعلاج هو توبة واعترافه وخلاص. أما الإنسان للأسف اتلخبط شوية في الثقافة بتاعته، بيبتدي ينظر للناس دول على إنهم لا يصح الوجود، وإن ربنا لازم يحرقهم، وإن ليس لهم وجود في السماء، وعمرهم ما هيتقبلوا. وده طبعا يعني لا تتخيلوا قد ايه ضد فكر المسيح. وعشان كده لما اولادنا او حتى تقابلوا ناس ويلاقوكوا بالتشدد ده، انا متهيألي انه لازم يكرهوا المسيح، لان ده مش فكر المسيح. قريت قول جميل لحاجه اسمها فوكس اون ذا فاميلي،
كتبوا قالوا إن الهوموسيكشواليتي خلال 10 سنين أو 15 سنة اتغيرت من إنها فكرة إلى تعريف الإنسان إلى شخصية كاملة. ولكن رأي المسيح في الجيز والليزبيان مختلف تماماً عن رأي المجتمع فيه. وأرجو أن يا جماعة تختلف آراءكم النهاردة. لما المسيح قابل الست اللي كانت أمسكت في ذات الفعل في إنجيل يوحنا، امرأة كانت نايمة مع راجل وهربوا الراجل وجابوا الست لفوها بملاية تقريبا عريانة، قعدوها في الأرض وكل واحد عايز يضربها بطوب. أما ربنا له المجد فوقف حائلا بينهم وبينها ويقول لها أنا لا أدين. هو ده الفكر المفروض نقابله. أنا بعترف قدامكم بقول إن أنا بتعامل حالياً مع كذا شخص جاي وكلهم في رأيي شهداء بيعفروا عشان يرضوا ربنا، وقوة إيمانهم وقوة صرامتهم في الجهاد الروحي تخلي واحد زي يبقى مكسوف. فعشان كده أنا مش جاي النهاردة عشان أكرهكم ولا أخليكم تدعوا عليهم الغلط، بالعكس أنا عايزكم تعرفوا إنه دول في نظر ربنا مخلوقين على صورته ومثاله، هم خطاه زي وزي حضراتكم، وبالتالي ربنا مستعد يقبل أي خاطئ، وحضرتك مش أحسن في خطيتك من أي حد فيهم. دي أول حتة وأرجو أن أنا أكون وصلتها. الجزء الثاني بقى جزء تعليمي، لأنه لما حضرتك في البيت بتشتم في الناس دول، ابنك أو بنتك اللي بيتعلم في المدرسة أن الولاد دول مفهمش أي حاجة وأنهم زينا زيهم بالظبط، بيحصل له حاجة من حاجتي، يا إما عمره ما هيتكلم معك يا إما عمره ما هيقبل أي كلام منك. ليه؟ لأن حضرتك بتبان ان انت ريسست او بتبان ان انت متهم بقضية معينة، وطبعا دي ملهاش دعوة خالص ولا بالانجيل ولا بالمسيح. فارجو النهاردة الجزء التاني بقى ده، ان انتوا كباء وامهات كخدام وخادمات تعرفوا ازاي تتعاملوا مع اي حد يسألكوا عن الحاجات دي. ايه ربنا ليه خلق الجنس؟ ربنا خلق الجنس اولا لأن الجنس تعبير إلهي عن الحب. قبل ما تقول إنه الخلفة، لأن في ناس محترمة جدا وجميلة جدا ومقدسة جدا وهتروح السماء جدا وما جابتش عيال، فما ينفعش تقول إن أول حاجة العيال. أول حاجة هو تعبير عن الحب. الجنس في الجواز هو طريقة من طرق التعبير عن الوحدة، التعبير عن الحب، وعشان كده قال يكون الاثنان جسدا واحدا الذي جمعه الله لا يفرق إنسان. بالمرة أقول الآية دي، يترك الرجل ويلتصق بامرأته، ما قالش يترك الرجل ويلتصق بالرجل، بس عشان نبقى عارفين، ولو أنها هتيجي تاني بعد كده. نمرة اتنين من غاية الله من الكنس، إن ربنا بيديك نوع كده من البساطة والهدوء، بدل ما تبقى تعبان عشان تعرف تعيش حياتك وتعرف تمارس حياتك وتعرف تهتم ببيتك. نمرة ثلاثة، الأطفال اثمروا واكثروا واملأوا الأرض. ونمرة غاية الله من الجنس إنه يخلق الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه ذكرا وأنثى، وما فيش نوع ثالث، خلقهم ذكرا وأنثى خلقهم، لذلك الرجل يترك الرجل ويلتصق بامرأته. حاجة من الحاجات اللي أنا بحب أعملها قوي مع الشباب الصغير، ولو حبيتوا تستخدموها في معاملاتكم مع أولادكم في البيت، بحب أقول لهم في مادة بتتباع في الهاردوير اسمها درين، للي عمره أكيد في ناس فيكو اتسد الحوض بتاعه يروح يجيب الإزازة دي. الدرينو ده مادة حارقة فيها أحماض جامدة جدا، بتحطها في الحوض فبتفتح الحاجات اللي ملزقة وقافلة، لكن الإزازة دي مكتوب عليها إنها مادة سامة،
ولو جت في العين لازم تروح المستشفى وابعد الأطفال عنها. فأنا دايما أتكلم بالطريقة دي، إذا كان ربنا خلق الجنس أكيد الجنس طاهر، وأكيد الجنس مفيد، وأكيد ربنا عمره ما هيخلق حاجة غير مقدسة. وأغسطينوس قال كيف نخجل من أعضاء لم يخجل الله عندما خلقها. طب ليه إحنا بنيجي عند الجنس ونبقى نقول إنه غلط إن حد يعمل يلعب فيه بطريقة مختلفة؟ أولاً لأنه ربنا اللي هو الديزاينر أوف سكس، اللي هو خلق الجهاز الجنسي، قال إنه ليه استخدام معين مع شخص محدد في وقت محدد. لو تغيرت هذه الأسباب، استخدمناه في وقت غلط بطريقة غلط، أو استعملناه بطريقة بتيجي على بالنا، هيحصل لنا زي ما الدرين واحد قال أنا عيني بتوجعني هستعمله قطرة، أو واحد حب يغسل إيده، أو طفل حب يلعب بيه. الطفل سن صغير ما يقدرش يمسكه، وبالتالي إحنا بنقول الجنس مش لوقت معين. تاني حاجة ليه استخدام معين، معرفين الدرين والجنس ليه استخدام معين ربنا منظمه وحطه. نمرة تلاتة، اللي بيستخدمه ده لازم يكون مسؤول وعارف بالظبط هيعمل ايه، لان ممكن يحرقه، وده اللي حاصل للاسف الايام دي. واحنا داخلين في زمن اولادنا واكتر كمان اولادهم هيدخلوا في زمن كل حاجه كبروا عليها هيبتدوا يقولوا لهم مين قال ان ده صحيح. وعشان كده مهم بهدوء وبتعليم، يعني في كده تروث، يعني ما نبقاش هيجين نقدر نحكي لأولادنا الحاجات دي. طب الإعلام بيمثل بيبين الجنسية المثلية إزاي؟ بيبينه طبعا على إنه حاجة رائعة، حاجة جميلة، حاجة متفتحة، حاجة حديثة، حاجة شائعة، شكل جديد من أشكال الحياة، شكل جديد من أشكال الزواج، مقبول، عادي، كل ده. بالرغم من تصوير وسائل الإعلام إنه كل الناس بقت جاي وكل الناس بقت لازبينز، الإحصائيات قالت إنه أقل من 3% من الرجالة وأقل من 5% من الستات، بيبان على إنه 30-40%، لكن الحقيقة غير كده. وده اللي يبين لكم قد إيه إنه الصوت العالي هو ده اللي بيبان أكتر. ولما أولادكم يقولوا لكم كل الناس بتعمل كده، لا مش كل الناس. أبقيت لنفسي 7000 رجل لم يحنوا ركبة لبعض. في برامج كتيرة للأطفال فيها homosexual ideas. كل الحاجات اللي حطها دي عبارة عن برامج كاريكاتير أو جرافيكس، وفيها حاجات عن الأطفال، راجل بيبوس راجل، راجل بيجوز راجل، يعني دي American Dad، واللي فوق Arthur، Family Guy زي ما انتم شايفين، Steven Universe، Clarence، My Little Pony، X-Men، Simpson. وده عرض تاني، كل رسوم تحرك الأطفال، يعني هتلاقوا حاجات كتيرة غالبا أطفالكم بتفرجوا عليها، فمش معنى أن هم بتفرجوا على الأطفال أنها حاجة سليمة. طيب تعالوا نتكلم بطريقة علمية وبعد كده منطقية وبعد كده إنجيلية، الأدلة إلى أو ضد المثلية الجنسية. في 3 حاجات مهمة جدا في العلم وفي المنطق بنتكلم عليهم. هل الكروموسومال جيناتيك وبالتالي ربنا خلقني كده وبالتالي ده نوع ثالث من البشر؟ النوع الثاني، هل دي هرمونات وحاجات بيولوجية بتحصل؟ هل ده اختيار؟ فالناس اللي بتعضد النظريات اللي بتؤكد المثلية الجنسية بتقول أيوة إنها جيناتيك، لكن هبين لكم الموضوع ده غلط. إنها بيولوجيا وبرضو غلط. هم بيقولوا ده مش اختيار، ده غصب عن الواحد، لكن هو actually اختيار. فالسؤال الأولاني، هل في أسباب بيولوجية بتؤكد إن الجنسية المثلية لها علاقة بجينات أو كروموسومات؟
أنا هديكم الخلاصة الأول وبعد كده هديكم النظريات. نظريات كتيرة جدا، بعضها قالت إن في أجسام مضادة داخل الرحم، بعض الناس قالوا إنه في هرمونات الأم بتاخدها خلت البنت تبقى نفسها تبقى ولد والعكس، قد تكون شذوذ في الكروموسومات أو في جزء كروموسوم ناقص عند الولد أو عند البنت. كل النظريات دي لم يثبت صحتها. هتلاقوا بيانات علمية كتيرة جدا كلها متضاربة وغير حاسمة ومعقدة، وكلها بتحاول تقرب من هل المثلية الجنسية مرتبطة بالوراثة أو موروثة. فهم القصة ابتدت إنه قالوا إن في حاجة اسمها جاي جين. الجاي جين يعني إنه ولد مخلوق بكروموسوم معين وهو ما يقدرش يعمل حاجة غير كده. عشان نسبة إن كلامهم ده مش مظبوط، أحسن طريقة إن أنت تجيب التوائم المتطابقة. التوائم المتطابقة اللي هم اتنين بالظبط بالظبط شبه بعض، يقال إن 97% من المادة الجينية بتاع واحد زي أخوه بالظبط، ويحاولوا يعملوا التجربة على التوائم دي، وجابوا آلاف من التوائم دي عشان يشوفوا لو واحد فيهم عنده مثلية جنسية هل ممكن الآخر المفروض يطلع زي أخوه بالظبط، هل طلع كده ولا لا. أول دراسة اتعملت سنة 1991، والوقت ده كان الإيدز ابتدى ينتشر في أمريكا. أنا كنت موجود في الوقت ده هنا، كنت لسه دكتور صغير، فكنت بشوف إيدز كتير أو شفت حاجات كنتش عارف إنها موجودة في البشر أصلا. راجل الولد راجل عامل ست وست عامل راجل، وأنا كنت لسه جاي من مصر وكان شوك فظيع. بس كانوا عندهم أمراض فظيعة متبهدلين من الإيدز. المهم الراجل ده اللي اسمه سايمون ليفي أو ليفاي من سان دييغو اكتشف حاجة، قال الناس الهوموسيكشولز في مكان في المخ عندهم ضامر تقريبا نص المكان بتاع الناس الصحيحين، وابتدوا يطلعوا وينشروا ويقولوا يبقى معنى كده الهوموسيكشول غصب عنهم، وازاي ربنا بيلومنا وازاي الانجيل بيلومنا. طلع بعد كده انه هو راجل اي كلام، لانه طلع ان الناس كلها اللي هو الهوموسيكشول واخدهم بكلهم كان عندهم ايدز، والايدز بتعمل ضمور في بعض اماكن المخ، وده ملوش علاقه بالهوموسيكشواليتي، ده ليه علاقه بالايدز. في نفس السنه واحد تاني سنه 91 اسمه ريتشارد بيلارد، وده جاب التوائم المتطابقه اللي بيسموها ايدنتيكال توينز، ان واحد فيهم يبقى مثلي والتاني ستريت. المفروض لو الموضوع ده متطابق المفروض المثلية الجنسية تبقى موجودة أكتر من 90%، لقوها موجودة 52% فقط، وغالبا لأنهم التربية أوقات بتكون بنفس الجو، فطلعت واحد كده ممكن تطلع التاني كده، عشان كده 50%. لكن الغرض من التجربة أنها كانوا عايزين يوصلوها لتسعين طبعا وما قدروش. فقرروا في الآخر أنه من الصعب جدا التمييز بين الجينات والتأثيرات البيئية على التوجه الجنسي. دي بقى أهم جزء. من سنة 93 يا جماعة لغاية 2019 إحنا كنا عايشين في هم. السبب في الهم هو الدراسة دي. الدراسة دي أثبتت إن في كروموسوم X موجود على الكروموسوم 28، وده ناقص جزء في ده جاي جين. الدراسة دي اتنشرت زي ما هوريكم، واتنشرت في سنة 1993، وقالوا إن في جاي جين، وقالوا إنه 99% ده معناه إنه خلاص وما عندناش حاجة تانية. وقعدنا بقى في الهم ده مش عارفين نرد بطريقة علمية. سوري. ابتدى بقى ناس كتيرة تحاول ترد، وكان في بعض عدم النزاهة موجودة، وعملوا ضده زي قضية لكن برأته في النهاية. لكن في الآخر هامر دون
برضو اتكتبت كتير عن وجود الجين. نشكر ربنا لغاية أغسطس 2019 طلعت تجربة جديدة جدا من بريطانيا بهاف مليون، نص مليون مادة جينية، وابتدوا يعملوا أبحاث عليها واكتشفوا أنه ما فيش أي علاقة بين الجين، ما فيش جين يمثل الجي جين، وكتبوا Massive study finds no single genetic cause of same-sex sexual behavior. ابتدت تكتب في حتت كتير، يعني مثلا في مجلة ساينس اللي هي مجلة علمية كبيرة بتقول إن هو ما قدروش يلاقوا الحل ده. Study of half a million people fails to find a specific gay gene. الكنائس ابتدت تكتب no one born gay, largest study ever, no gay gene. Guardian بتاعت لندن كتبت scientist quash, quash يعني كسروا the idea of single gay gene. فهم لما لقوا كده قالوا لا دي برضو الـ PBS قالت برضو no gay gene. فهم ابتدوا يطلعوا تاني ويقولوا بس احنا مش عارفين نبطل الموضوع ده. فابتدت الناس تكتب the gay gene is a myth but being gay is natural. تعرفين طبعا نحن لا نجهل حيله، بولس الرسول كتب كده، والشيطان مهما دخلنا في حتة لازم يرجعنا بزقرة تانية. فابتدت في نفس الشهر ابتدوا يكتبوا انه صحيح ما فيش جاي شين، لكن being gay حاجة طبيعية. في دراسة تانية احبكم تبقوا عارفينها اتعملت هنا في نيويورك، واحد اسمه روبرت سبيتزر موجود في جامعة كولومبيا في برونكس، كان موجود، هو مات في 2013، وعمل ريبورت على تقريبا 243 راجل 57 ست كلهم جايز، وخلى نصهم يتعمل لهم سايكوثيرابي، يعني زي ما تقولوا كده زي ما ابونا بيعمل معنا في الاعتراف، يعني يقعد يحكي معاك وليه بتعمل كده، طب ايه اللي بيخليك تعمل كده، طب تعالى نجرب كده، طب ابعد عن التأثيرات دي، طب شغل يعني بيسموه سايكوثيرابي. لقوا أنه 66% من الرجالة و44% من الستات قدروا يوصلوا ما يسمى بالأداء الجيد للجنس، ما معناه علاقة متبادلة محببة بين جنسين مختلفين خلال العام الماضي، والحصول على ما يكفي من الرضا الجنسي. فطبعا ده قدر يقول معنى كده يا جماعة أن السايكوثيرابي ممكن يجيب فرق. فالاختصار اللي احنا قلناه لغاية دلوقتي، دراسات توائم ما قدرتش تبين ان في اساس جيني، كل الحاجات اللي اتنشرت لغاية دلوقتي بتقول ان في عوامل اجتماعية وبيئية ونفسية لكن ما فيش عوامل جينية. في حاجات كده زي ما تقولوا لوجيك، يعني نقعد نتكلم مع الولاد بعد ما نقول لهم الكلام ده نقول لهم كمان طب انا اقول لكم بالمنطق كده، لو ربنا خالق حاجة تالتة، نوع تالت يعني من البشر، وعايز الرجالة تتجوز الرجالة، طب ما كنا هننقرض، أو الستات تتجوز الستات، ما هننقرض دلوقتي، لازم الست اللي متجوزة ست تروح تستلف من حاجة اسمها بنك للحيوانات المنوية، تاخد جزء من الحيوانات المنوية ويحنوه جواها عشان تحبل وتبقى هي ومراتتها أو يعني زي ما بيسموا بعض عندهم بيبي. إنما لو ما كانش فيه رجالة أو كان هو يقعدوا كده، طب ما كان فيه هيحصل نوع من يعني. كمان ربنا عادل، لما بنتكلم أنا لسه ما دخلتش في الإنجيل، يعني بالمنطق كده بغض النظر عن دين الإنسان بنقول ربنا عادل، ولا يعتقد أنه هيتكلم عن الشذوذ الجنسي في الإنجيل على أنه خطية وبعد كده يقول دي طبيعية وإنها normal type of life. كمان أحب أقول حاجة، في دراسة عملت قريبة يا جماعة دي طلعت 2017، لقوا الستات اللي اتجوزوا ستات والرجالة اللي اتجوزوا رجالة بيطلقوا مرتين ونص أكتر من الرجال المتجوزين ستات.
فكان هم عندهم قالوا احنا تعبنا من الرجاله فعايزين نتجوز ستات، فطلع ان هم اللي عايز يطلق ده بيطلق، ومش مشكله راجل مع راجل ولا ست مع ست. للاسف الخطيه لما بتدخل والمخ لما بتلخبط بيعمل حاجات ضد اللي ربنا عايزها. اللي انا عايز اقوله لكم، وانا يعني اعتقد يعني كلكم عارفين ان انا الى حد ما بفهم شويه في العلم، مش كتير بس على قدي، بس اقدر اقول لكم ان العلم فاشل يا جماعه، والعلم بيتغير كل 5 سنين، بنلاقي الحاجات اللي كنا بنحلف بيها بتطلع غلط. يعني انا بقالي 25 سنه دكتور اورام، كام مره غيرنا الحاجات اللي بنعملها؟ لان العلم بيتغير، العلم مش ثابت، العلم بيتحسن ولكنه لا يثبت، وفي حاجات كنا زمان بنعملها دلوقتي بنقول لا يمكن تتعمل. ده حتى ايام الكوفيد في حاجات كنا بنقول اوعى تعملها دلوقتي بنقول لازم تعملها. ف ليه كده؟ انه العلم خد انظامه، العلم مش كتاب مقدس، اما الانجيل فلم يتغير. وعشان كده لما الولاد والبنات يجوا يحكوا معايا في الحاجات دي اقول لهم بصوا انا هقول لكم العلم بيقول ايه، بس ده مش معناه انه هيطلع دراسه بعد شويه تقول لقينا جين. ماشي، ما احنا قعدنا من 93 ل 2019 عندنا جين، بعد كده قالوا ما فيش جين، الله اعلم هيقولوا ايه. لكن هل الانجيل في ال 5000 سنه او ال 2000 سنه العهد الجديد حاجة اتغيرت؟ ما فيش حاجة اتغيرت. هل ربنا غير حاجة هو قالها؟ ما فيش حاجة غيرها. هل ربنا كره جنس البشر؟ أبدا. هل ربنا خلاصه وصليبه لا يحتوي أي إنسان مهما كان؟ أبدا. وعشان كده إحنا بنقول لهم يا جماعة أرجوكم ما تفهموناش غلط، إحنا ما عندناش مشكلة مع الجنسية المثلية كإنسان، إحنا عندنا مشكلة مع إن المجتمع نفسه يقنن حاجة ويقول إن هو لازم أنا مش عارف أحرك الماوس، معلش حصل حاجة فمش عارف إيه اللي حصل، اصبروا عليا ثانية. اوكي، فاللي انا عايز اقوله انه حلو جدا تعرفوا الانجيل قال ايه، ولما تدخلوا في مناقشه مع اولادكم بهدوء اشرحوا الانجيل قال ايه، ولو اعترضوا قولوا لهم حبايبي هو الانجيل ده هو ده اللي كان موجود من ايام المسيح لغايه دلوقتي، مفيش حاجه خالص اتغيرت، ده عندنا حاجات من العهد القديم لغاية دلوقتي برضو ما اتغيرتش. تاني حاجة، لو احنا فكرنا بطريقة منطقية برا الإنجيل، ايه رأيكم ان الإسلام ضد الموضوع ده؟ اليهود ضد الموضوع ده، بس بيجوا على الغلابة المسيحيين ويلقطوا فيهم ويقول لك انتوا متعصبين. طب ليه ما قالوش للقرآن متعصب؟ القرآن مليان حاجات ضد الحاجات دي. ليه ما قالوش لليهود انتوا متعصبين؟ التوراة مليانة حاجات زي كده. لكن يجوا عند المسيحيين، عشان كده هي لعبة شيطان، فلازم نكون أذكى من الشيطان ونضيع عليه فرصة ياخد ولادنا. احنا ما نقدرش نغير في المجتمع عشان تفهم، وما نقدرش نغير في السياسة، والمسيحية عمرها ما كانت لها ثورة سياسية، ولكن المسيحية تغير الإنسان والإنسان يغير الساسة والسياسة. فاللاويين 20، وإذا اتجع رجل مع ذكر اتجاع امرأة فقد فعل كلاهما رجسا إنهما يقتلان دمهما عليه. ويقول كمان ولا تضاجع ذكرا مضاجعة امرأة إنه رجس. طبعا احنا بنقول كده للعيال يقولك بس ده العهد القديم، بس ربنا ما لغاش العهد القديم. لا تظني أني جئت لأنقض الناموس، ما جئت لأنقض بل أكمل الناموس. فالحاجات اللي قالها، وبعد كده عندنا حاجات كثيرة في العهد الجديد. تعالوا نشوف بولس الرسول قال إيه. الآية دي مهمة ليه؟ كورنثوس الأولى 6:10، لأنه بعض الشرقيين والمصريين بسبب تربية غير مسيحية بيظنوا
أن الزنا مقبول أما الجنسية المثلية فلا يمكن تكون مقبولة، وأرجو تغيير المفهوم ده تماما لأنه ده ضد الإنجيل. ربنا بينظر للخاطي زي ما هو، ملوش دعوة لون أبيض لون أسود لون أحمر لون أزرق. لا زنا ده رجل مع ست، ولا عبدة أوثان، ولا فاسقون، ولا مأبونون، ولا مضاجع ذكور، ولا سارقون، ولا طمعون، ولا سكيرون، ولا شتمون، ولا خاطفون يرثون ملكوت الله. فأنا لما بتكلم مع حد واتكلم معاه بكل حب على فكرة، وأنا ليه علاقة مع كذا حد وبحترمهم جدا، بقول له أنا ما عملتش القانون ده، وأنا زي زيك، عليا لو أنا وقعت إن أنا بصيت لحد غير مراتي أنا برضو مش هدخل ملكوت السماوات. فأرجوك ما تبصش عليك إن أنا مختلف عنك وإن أنا أحسن منك أبدا. إحنا كلنا محتاجين خلاص ربنا وصليب المسيح ودم المسيح، وكلنا ممكن ربنا يقبلنا بغض النظر غلطنا إزاي. يقول كمان في رومية 1: أسلمهم الله إلى أهواء الزوان، لأن إناثهم استبدلنا الاستعمال الطبيعي بالذي على الخلاف الطبيعة، وكذلك الذكور أيضا تاركين استعمال الأنثى الطبيعي، اشتعلوا بشهواتهم بعضهم لبعض فاعلين الفحشاء ذكورا بذكور، ونائلين في أنفسهم جزاء ضلالهم المحق. الآية دي في تيموثاوس الأولى، لأنه أوقات إحنا بنفتكر أن لما ربنا غضب من سدوم وعمورة أنه يعني كانت غلطة وعدت، أو كان أيام زمان. إيه رأيكم أن الخطية بتاعة الهوموسيكشواليتي الاسم الرسمي ليها في الإنجيل اسمه سودومايت، يعني كلمة مضاجعي ذكور بالإنجليزي اسمها سودومايت، والكلمة الإنجليش بتاعت مع الهوموسيكشواليتي السودومي جت من كلمة سدوم. فمش إحنا اللي عملنا القانون ده، القانون ده اتعمل في الإنجيل. ولو هو مش عاجبه بالإنجيل ده موضوع تاني. لو هو بيقول الإنجيل محرف، طب هتقولي اتحرف إمتى ومين حرفه وفين الإنجيل اللي مش محرف؟ وده موجود طبعا في كل مكتبات العالم كله، وعندنا نسخ من القرن الثالث، ويعني دي قصة مش لازم ندخل فيها دلوقتي لأن الرد عليها بسهولة. فلما حد فينا بيتكلم بالطريقة دي بنقول له ده إذا كان ربنا من كتر زعله من الشعب ده سمى الخطية باسمهم، عايز تيجي دلوقتي تقول لي إنه ده different type of life؟ أنا بحترمك وبقبلك كإنسان، بس ما تقدرش تقول لي لازم أقبل الخطية. عشان بس تبقوا فاكرين سقوط سدوم المكتوب في التكوين، يقول لما دخلوا الملائكة، يعني كان شكلهم رجالة طبعا، أحاط بالبيت رجال المدينة رجال سدوم من الحدث إلى الشيخ، يعني الدنيا بايظة خالص، كل الشعب من أقصاه. فنادوا لوط وقالوا له: أين الرجلان اللذان دخل إليك الليلة؟ اخرجهما إلينا لنعرفهما. ونعرفهما الإنجليش بتاعها يعني to have sex with carnally. وطبعا لوط كان ملخبط برضو شوية من كتر قعدته وسطهم، لدرجة قال لهم طب أطلع لكم بنات يعملوا فيهم اللي أنتوا عايزينه، يعني قصة كده قرف خالص وتعب خالص، من كتر قعدته وسط الشعب ده هو كمان يعني كانت لخبط. ماذا يريد الله منا؟ الله لا يريد فقط أن نكون ناس كويسين، ربنا يريد قداستكم. إحنا مش مطلوب إن إحنا نبطل خطية، إحنا مطلوب نكون قديسين وقديسات. وعشان كده أكتب إلى القديسين الذين في كوينز، أكتب إلى القديسين الذين في روميا، وكانوا مليانين خطايا. القديس ليس معناه أنه غير خاطي، ولكن معناه أنه يجاهد ويتوب ويعترف. فعشان كده يقول أن يعرف كل واحد منكم أن يقتني إناءه جسده يعني بقداسة وكرامة، لا في هوى شهوة كالأمم
الذين لا يعرفونه. عشان كده نحب نقول كل حد ما تقلدش يا ابني الأمم الذين لا يعرفون الله، دول بيجروا وراء هوى شهوتهم. ربنا يسوع أشار بوضوح إلى الجنس الآخر كوحدة للجواز، وقال ذكرا وأنثى خلقهما، ويلتصق الرجل بامرأته، وما جمعه الله لا يفرق إنسان. طبعا الأسباب كتيرة، ودي كلها نظريات، ما أقدرش أقول إن كلها معتمد بيها. إحنا يا جماعة بنحذركم تسيبوا أولادكم مع حد كبير، اعتداء الجنس المبكر ممكن يؤدي الحاجات دي. التجارب المثلية، لما الولاد أوقات يقضوا ليلة مع بعض نايت ستاي، ولا البنات للأسف أوقات بيعملوا حاجة اسمها sexual experimentation، التجريب الجنسي، يقلعوا يلعبوا في بعض، فواحد فيهم يحس كده بشوية نشوة جنسية، ما كأنه عمل عادة سرية أو هي يعني. فبعد شوية هي تفتكر يبقى أنا بقى لسبيان، لأن أنا لما كانت البنت معايا وحصل كذا ولمستني بالطريقة دي فأنا خلاص أبقى كده. دي بنسميها sexual confusion، مش sexual، مش lesbian. وبنتكلم مع البنات دول بقول لها حبيبتي انت لسه انت مش عارفة انت ايه، انت بس مش متلخبطة، السكشوال ايدنتيتي بتاعتك مش واضحة. وده موضوع كبير، السكشوال ايدنتيتي والسكشوال، واحنا بنتكلم مع ولادكم في الحاجات دي في الهاي سكول على الاقل. عايز اقول كمان حاجة مهمة جدا جدا، اختفاء الاب، وارجو ان يكون الاباء بعضهم سمعني، انا معرفش انا بكلم مين النهاردة. اختفاء الأب فعليا أو عمليا، يعني يكون موجود بس سوري يعني ما بيعملش حاجة خالص، أو مش موجود بقى، مش موجود لأنه سابوا بعض، ده طبعا ما أقدرش ألوم حد، أو مش موجود لأنه دايما برا البيت. أرجوكم، عدم وجود شخص من الأب أو الأم ده خطر، لو ملهاش حل خلاص ملهاش حل. إنما لو ممكن أرجوكم الأباء والأمهات تؤدي عملها حتى لا تؤثر على أولادها. الأب الضعيف أو الأم المهيمنة، يسموها بالإنجليزي كلمة غريبة قوي، يقول لك الست اللي لابسة البنطلون في البيت، the woman who is wearing the pants in the house، اللي هي الراجل يعني بتاع البيت. كل ده بيدي نماذج ملخبطة للولد. طبعا أجين افرض إنها single mom، أم بس وراجل سايبها، هتعمل إيه يعني غصب عنها؟ تعمل اللي تقدر تعمله، وتشوف له أب بقى من الكنيسة، أب كاهن، أب خادم، كده يعني، بحيث إن هو ده يؤدي الموضوع. ونفس الحكاية لو الأم اللي مش موجودة، لازم يكون في أم تانية ربنا يدي الخادمات تساعد، أو حضراتكم يعني تكونوا أمهات للماذرلس، للولاد اللي ما عندهمش أمهات، أو الأباء اللي ما عندهمش أباء. ودي خدمة جميلة، خدمة جميلة، وأرجو إنه كل أب وكل أم سمعني يحسوا إنه مش ولادك بس، هم أولادك يعني، الموضوع مش أنانية. كمان بنحب قوي نقول إن ربنا بيقبل كل الخطاة، ونفس الآية اللي أنا ذكرتها من شوية، لا فاسقون ولا مأبنون ولا مضاجع ذكور ولا سارقون ولا طمعون ولا سكرون ولا شتمون، هكذا كان أناس منكم، يعني أنتوا كنتوا فيكم الحاجات دي، ودلوقتي بل اغتسلتم بل تقدستم بل تبررتم. فواضح أن ربنا بيقبل كل الخطاة. أنا كل الله دلوقتي عشان الوقت، أنه التوبة تحول الزنا إلى بتوليين، قديس يوحنا السابع. أرجوكم أنهي بنفس البداية اللي أنا بديتها، اوعى تفتكر انه في حد ربنا هينظر له بطريقتك انت. طريقتي انا الانسان البشري، سوري يعني اوقات مصريتي او الشعب الكالتشر بتاعتي، بتنظر على واحد على انه ربنا لا يمكن يقبل هذا الانسان. نشكر ربنا ان ربنا مش زينا، انه ربنا بينظر بنظرة فيها inclusiveness، بيقبل البشر
وبيقبلهم على كل مشاكلهم. فإذا كان إحنا كلنا خطاة، إزاي أنا أبتدي أفصص في واحد تاني إنه أكيد ربنا مش هيقبله؟ طب مش عارفك هيقبلني أنا ولا لا؟ فلا تنظر وتقول له تعالى أنا أضف لك القزة وحضرتك عندك خشبة أنت كده في عينك مش شايف منها حاجة. يا مرائي اخرج أولا، اخرج أولا القزة الخشبة من عينك، حينئذ تخرج القزة الذي في عين أخيك. هقف هنا، وإذا كان في حد يحب يسأل حاجة. شكرا دكتور على المحاضرة الجميلة دي. شكرا يا بني. في سؤال هنا يا بني. لو دكتور تفضل تفضل يا حبيبي. في واحدة بعتها بتقول ممكن نكلم ولادنا اللي في الابتدائي في الموضوع ده من دلوقتي ولا ما عندهمش خلفية بلاش نكلمهم؟ وكمان ممكن لو الخدام بيتكلموا مع الهاي سكول في الموضوع ده محتاجين نتواصل معاهم علشان نعرف نقول لهم ايه زي ما هم بيقولوا لهم ونبقى على نمط واحد يعني. حاضر. سؤال كويس. انا عارف بالنسبة للهاي سكول احنا دايما بنتكلم في الحاجات دي، والمؤتمر اللي جاي اللي هو في 2 ابريل صحيح المؤتمر على أسبوع الألام، كله على أسبوع الألام، لكن كل الورش العمل هتبقى على الحاجات دي، الخادمات مع البنات والخدام مع الولاد، وبنتكلم معهم في الحاجات دي. بالنسبة للأولاد الصغيرين أنا من سنتين عملت قاعدة مع الصغيرين، كان أبونا يعقوب ساعتها، ما كانش لسه أبونا يعقوب، هو كان متهيألي واحد من الناس اللي رتبوها، وأعتقد أنه الحكاية دي مفروض تتعمل تاني. ليه يا جماعة؟ مش عشان العملية الجنسية المثلية، الأهم من كده أن الولد والبنت يكبر يعرف أن الكنيسة وربنا لا تخجل من أعضاء ربنا خلقها، وبالتالي علاقتنا مع الجنس تطلع علاقة نظيفة بريئة جميلة، يطلع الشاب والشاب سويا، مش ملخبط، مش خايف، مش قلقان، مش مرعوب من الجنس، مش حاسس ان دي غلط. في حد بعت لي سؤال يا محب بعد اذنك، ازاي اتعامل مع المثليين وخصوصا في الاشغال؟ الواحد بيحس انه مقزز من التعامل معهم. انا لسه قايل يا جماعه حته مقزز دي، يعني حضرتك المفروض تتقززي مني انا كمان، لان انا برضه وحش جدا. فسأل السؤال ده أرجوك بعد كده يبص لي ويفتكر إن هاني بيقول لك لو تتقزز من ده أتقزز مني أنا كمان، لأن إحنا كلنا في الهوى سوا. بمعنى تاني كلنا محتاجين رحمة ربنا، كلنا محتاجين التوبة. الفرق الوحيد بينه وبيني إن المجتمع بيقول له شاطر يا حبيبي كمل زي ما أنت، وأنا الكنيسة بتقول لي بلاش كده وقف. ده الفرق الوحيد. فأرجوكم بلاش العين غير المسيحية، أنا خايف أقول إنها العين الإسلامية، من كتر إن إحنا متلخبطين في طريقة النظر للناس دول. وعشان كده أولادنا مش عايزين يتكلموا معانا. ليه؟ لأنه أنت بتتكلم بطريقة ملهاش دعوة خالص بالمسيح ولا بالإنجيل، ليها دعوة بحاجات كتيرة جدا بس ملهاش دعوة بالمسيح والإنجيل. فلما يجي يقول لك أنا هتكلم مع بابا، ده بابا ده هتلر، ده بيتكلم بطريقة كذا، ده ونفس الحكاية على الريس، على الأسود والأصفر. والرحمة يا جماعة. السؤال الثاني بيقول ممكن نكلم ولادنا في ابتدائي في الموضوع ده ولا ما عندهم؟ بتهيألي ده نفس السؤال اللي المحب سأل. أوكي تفضل يا محب. هو ما فيش أسئلة تاني غير في اتنين رافعين ايديهم يا دكتور. مايكل أو مشير. أستاذ مايكل تفضل. تفضل يا أستاذ. سلام يا دكتور، أنا آسف أنا كنت بكتب بس السؤال على الشات. أنا كنت هسأل حضرتك لو في إمكانية تتكتب المحاضرة ديت أو النبذة ديت باللغة الإنجليزية مدعومة بالأدلة اللي حضرتك كتبتها الكتابية والعلمية اللي هي بتثبت إنه الموضوع دوت يعني مش هم مولودين كده، دي بسبب عوامل خارجية أو سوء تربية أو هكذا، يعني للشباب ونوزعها للشباب كلهم.
يعني ممكن يعني زي ما بقول لحضرتك احنا بنتكلم معاهم. انا بصراحه يعني شايف ان شبابنا ما بيقراش قوي، فعشان كده يعني مقتنع بفكرتك، وان كان مش مقتنع قوي ان اولادنا وشبابنا بيقروا، فعشان كده بقول نكلمهم افضل. لكن صدقني كلامك عن يعني حلو كلامك، نحاول حاضر، ربنا يسهل. لو حتى لو اتعملت حاجه اه ما هي دكتور زي كده بالظبط وتسندت على الجروبات بتاعتهم، تبقى حاجه حاضر تبقى حاجه تدريبيه مطبوعه يعني. تعيش حبيبي، ربنا يخليك. شكرا. طب ايه دكتور، شور. ايه هو دكتور انا بس الخطوات؟ عايز اقول ايه. اتفضل. اتفضل حبيبي، اتفضل اتفضل. لا يا حبيبي اتفضل. يعني ايه الخطوات اللي بتاخدها اي حد فينا لو لقى، لو لقيت حد من ولادي كده او حد من معارفي كده، اقدر اعمل ايه ستيبس كده، 1 2 3؟ يا دي بقى دي مهمة جدا، وهي دي محاضرة لوحدها. لكن يعني أهم حاجة يا جماعة، يعني افرض مثلا إن في ولد جه لمامته قال لها ماما أنا حاسس إن أنا جاي. أو هقول لكم على حاجة تانية، في أم بعتتها لي من كنيسة تانية مش من عندنا، قالت أنا اكتشفت في تليفون ابني بورنوجرافي هومسيكشواليتي. يعني مش اعتقد انتوا فاهمين، يعني هو بيتفرج على رجاله عريانه وهو ولد. الحاجات دي يا جماعه عايزه حكمه جامده جدا، وعايزه صلاه كتير، بس في نفس الوقت عايزه حاجه ارجوكم تعملوها. اللي بيقع في الموقف ده، بين لابنك ان انت عمرك ما هتتخلى عنه، ودايما هتحبه مهما كان هو ايه وعايز يبقى ايه. انا عندي شاب في بلد تانية عايز يبقى بنت، مش عايز يبقى جاي، عايز يبقى بنت، عايز يغير جنسه، اللي هو بيسموها ترانس جندر، وعايز يسموه بدل هي يبقى شي، وبدل مش عارف يعني، المهم هم يبقى هير وكلام زي كده. اهم حاجة الاب لازم يعمله، بص يا ابني، اول حاجة خد وقتك. ايه لازمة ان انت تتسرع في حاجة زي كده؟ ده انت عشان تختار الميجر بتاعك في التعليم بتاخد وقت، وعشان تختار البنت اللي هتتجوزها بتاخد وقت. هتغير جنسك، هتغير السكشوال ايدنتيتي بتاعتك بسرعة، طب خد وقتك. نمرة 2، بين له ان انت بتقبله وبتحبه. الاثنين دول، بتقبله وبتحبه بغض النظر هو هيبقى ايه وهيعمل ايه. كل شوية بين له، حبيبي انا عايز افهمك، مهما قلت لي، مهما عملت، انت ابني. نمرة 3، قل له لما تيجي تكلم الولد لازم تبين له جمال الرجولة وعظمة ربنا في خلق الرجل، في الشهامة، في الشجاعة، في الاحتمال، في الصبر، في كل الحاجات الجميلة في الرجل، ابرزها، بينها. لو ما تعرفش تلاقي قول لنا، واحنا نجيب لك افلام عاديه، معموله عاديه عالميه، يعني قد ايه الراجل كان قوي وجدع وبيضحي بحياته وبيبذل بنفسه عشان اللي حواليه. احنا عايزين الولد يعجب برجولته، لان اوقات الولد بيكون مش عاجبه شكله لانه معجب اكتر بحاجه تانيه. لو بنت، قولي لها قد ايه ربنا خالق الانوثه دي اعظم ما تكون. عرفيها قد ايه ان جسمها ده بيحتوي على رحم سيشترك مع الله في احتواء كلميها قد ايه الحنيه والطيبه والوداعه بتاعه الام والزوجه والبنت دي مش ممكن تكون موجوده في خليقه تانيه من خلائق ربنا. حببوا اولادكم في الجنس اللي هم فيه وكلموهم عنه. يقال ان ده اكتر حاجة بتفرق في الاول. طبعا لو هو بقى ماشي ليه علاقات جنسية مش مجرد attracted، ما في فرق بين انه ولد يبقى بيحب يتفرج على اولاد، واحد تاني بقى بيعمل عملية جنسية مع اولاد، طبعا التاني ده مشكلة اكبر وعايز شغل اكتر، وغالبا عايز ناس نفسي يعني
أطباء نفسيين أو كذا يساعد. لكن على الأقل كم حاجة اللي أنا قلتهم دول على حسب طلب أبونا، طبعاً ده ممكن يستحسن لما حد يقع في الموقف ده يكلمنا ويكلم الأباء. بنعمة ربنا عايز صلاة كتير 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 لا تتخيلوا قد إيه. بس أحب أفرحكم بحاجة، بس حتى اللي بيقع في الموقف ده في جزء اسمه sexual confusion، اللي هو يعني اللخبطة في من هو جنسي أو ما هو جنسي، ودي بتحصل 3-4 سنين في الوقت ده، من 14 ل16 حاجة زي كده. فلو حصلت بنعرف نحاول على قد ما نقدر نبين له جمال الجنس اللي هو فيه، وكتير قوي بنبعده عن انه يمشي في الخط ده. في اي اسئله تانية؟ نبيل. سلام ونعم. اشكرك دكتور على محبتك وعلى المعلومات الجميله اللي حضرتك عرضتها. دلوقتي يعني انا كأب باجي اتكلم مع اولادي وانا عندي ولدين وداخلين على يعني في واحد هاي سكول واحد في داخل على الميد سكول. الاورينتيشن للاذر كالتشرز الموجوده في المدرسه بتبقى الكارنت بتاعها عالي، يعني بيشوفوا اولاد شكلهم بيعملوا كذا او بيعملوا حاجات في جسمهم الوان تاتوز مانيكير الكلام ده كله، ويجي يفرغوا ده هنا وابتدي انا اتكلم معاهم، بس انا او حادي الصوت، انا بتكلم من البيت، انا بابا بيقول لا ده غلط وده صح، ودايما بيقولوا لي غلط وصح. اللي انا اقصده هنا امتى ومدى سرعه ان تعمل المحاضرات دي للهاي سكول وللميد سكول في مدارس الاحد بسرعه، بحيث ان هي تدعمنا من ناحيه الكنيسه، يبقى انا في البيت والكنيسه كمان بتدعم معايا، يبقى الموضوع مش فكر بابا بس، مش بابا هو اللي بيقول او لا، ده كمان الكنيسه والخدام والاباء كلهم، يبقى الموضوع صح، يبقى الموضوع مش تحكم بابا بس. فانا يعني لا عندك حق يا نبيل، وفعلا احنا شغالين صدقني في كده، لكن يمكن محتاجين نعمل اكتر. وانا كمان طلبت من الخدام انه يعملوا لكل فصل يبقى فيه parents group على واتساب، وفي كذا فصل already بعض الامهات فيه، ما اعرفش ليه الاباء ما بتدخلش في الجروبس دي، لكن احب كمان الاباء يدخلوا، فبنعرفكم احنا بنعمل ايه. فانا هطلب تاني من الخدام انه دايما يعملوا parents groups، وبحيث ان واحد زي حضرتك ما يستناش اجتماع زي كده عشان تقول فيه الفكره دي، تروح قايل لنا يا جماعه ارجوكم ابني بيسالني حاجات كتير، اتكلمتوا على الموضوع ده ولا لا، فتوصل بسرعه وفي نفس الاسبوع نتكلم. مش عشان حصل ان المره دي حضرتك قلت لي وكتر خيرك ان انت قلت لي، فانا برضو هتابع ولما تسمعوا ان في جروبس للساندي سكول بتاع اولادكم ارجوكم اشتركوا فيهم، بتبقى بنكتبها بعربي وانجليزي عشان فيكم يحب يسال حاجه. شكرا. في حد سائل، شكرا. بنتي بتشوف ناس في الشارع وبتقول لي ماما ده ولد ولا بنت، وبنتي 7 سنين. بصوا انا بعتبر اي فرصه للاسئله زي كده دي فرصه. يعني افرض ان انتوا شفتوا ولدين بيبوسوا بعض في الشارع، بتشد الولد وتجري ومش عايز تشوف، ماشي، بس هو الولد شاف ولقطت ودخل والمخ بتاعه ده 100 جيجا بايتس، هتعمل ايه بعد كده؟ مش هتتكلم خالص ولا كأن حاجه حصلت؟ طب هو يتكلم مع مين؟ ما هو في حاجه حصلت في المخ، هو شايفه ولد وبيترقص ماشي زي البنت، او حاطط اكشوالي مكياج وعامل بنت، او لابس حلق يعني المهم ترانس جندر، مفيش حاجه خالص هتقولها لابنك او بنتك وانت ماشي معاه؟ احنا ما ينفعش نشتغل لوحدنا، احنا مش مع اولادكم على طول، فانت بتتكلم معاه بس بطريقه هاديه، حبيبتي انت خدتي بالك من اللي شفتيه ده؟ تقول لها اي ماما ده ولد ولا بنت؟ بص يا حبيبتي هو ربنا خالق ولاد وبنات، لكن في ناس يا بابا اوقات مخهم بيتلخبط وعايزين يعملوا يعني يخلقوا نفسهم بطريقه تانية. تفتكري ربنا لو كان عايز يخلق الراجل اللي شفتيه ده بنت كان صعب عليه؟ تقول لك لا سهل. تفتكري لو كان عايز يخلي البنت دي تبقى راجل صعبة على ربنا؟ بكلمة ربنا يقول كون فيكون، يبقى بنت أو ولد.
ربنا عايز يبقى ولد لأنه الولد هيعمل وهيعمل وهيعمل وهيبقى أب ويبقى جدع وهيشيل وهيحط وهيشتغل وممكن تبقى أم لأن الأم دي بتحب وبتطبطب وبتحبل وبتربي وبتشجع وبتدرس وبتقعد تكلميها على جمال الأنوثة لو هي بنت. افرض ان انت لقيت علاقة جنسية بين اي حاجة ولد وبنت ولد بنت وبأي حاجة فرصة اتكلم فيها تقول له حبيبي على فكرة الجسد بتاعك ده جسمك ده زي الهيكل اللي في الكنيسة اللي ابونا اسحاق بيدخل يصلي فيه. عمرك دخلت لقيت ابونا اسحاق دخل الهيكل لقى ما فيش لفايف ولا بروسفرين والهيكل كده عريان حتى الترابيزة عمرك شفته؟ لا طبعا يا بابا عمري ما شفته كده. طب ليه متغطي؟ لان ربنا يا حبيبي بيحب يغطي احلى حاجه يحب يغطيها اكتر حاجه. الكنيسه كلها باينه الهيكل متغطي خالص. كمان الحاجات الجنسيه يا حبيبي اللي ربنا حاططها في جسمك دي حاجات مهمه جدا جدا هيجي وقت ربنا يستخدمها عشان يخلق واحد يدخل السماء. مش دي لازم ناخد بالنا منها ونغطيها ومحدش يلعب فيها ولا يقرب منها لانها دي اهم حاجه. انتوا شايفين انا بتكلم كاني بكلم مولادكم وبتكلم بطريقه بسيطه ولا منزعج ولا مشدود ولا بزعق ولا وبتكلم باحترام وبتكلم بقداسه. ليه؟ لان ده ده ده, ده كان الاباء بتوعنا واحنا صغيرين يقولوا لنا ده قدس اقداس الجسد. ده ربنا بطل يتف ويعمل طينه ويعمل ادم. دلوقتي بيعتمد على راجل وست بيحبوا بعض وبحلول الروح القدس يجتمعوا جسديا ويخلقوا مع الله او يشتركوا سوري في الكلمه يشتركوا في الخلق مع الله في ايجاد قديس يدخل السماء اسقف كاهن اي حاجه. فاوعوا الحاجات اللي بيشوفوها دي تعدي علينا على اننا عايزين نغطي عليها. نغطي عليها ليه؟ اولا نغطي عليها ده شر فاحنا عايزين نتكلم ان هو شر. بس ليه شر؟ وعين في نفس الوقت بنقوله بس على فكره هو غلبان ده الشيطان بيضحك عليه حبيبي ده ربنا بيحب وهو ربنا نفس كل الناس دي ترجع له. بس هو في ناس اوقات بتلخبط شويه لكن انت لو صليت ربنا هيرجعه. بس في حاجه تانية؟ استاذ ميشيل رفع ايده برضه. سؤال بعد اذنك تاني. تعتقد حضرتك وده اكيد بيتهيألي انه بعد الدراسه بعد السماح بتدريس المواضيع دي في المدارس أعتقد نسبة العيال هتزيد لأنها تبقى حاجة قانونية. إزاي طبعا نحاول نفهمهم أن ده غلط حتى لو هي قانوني؟ يعني عايز أقول أنه ليس كل ما هو قانوني مسيحي. إزاي نفهمهم كده برضو؟ هو يعني برضو يا ريت محب تطلبه من آن زيتون تيجي مرة. أنا بعت لها كذا فيديو عن القانون الجديد وإن كلنا لازم نبعت للسيناتورز نقول لهم إن إحنا مش موافقين عليه في نيويورك وهي قالت لي نعم ده استعداد تتكلم في الموضوع ده. أنا حتى قلت لها عايزينها تتكلم إنجليزي وعربي بس ما حدش دعاها لسه ومفروض إنها هتسجل لنا برنامج نحطه على سي وسي بس لسه ما سجلتش. فده من الناحية السياسية. من الناحية بقى الاجتماع هكلمها بكرة إن شاء الله. من الناحية بقى اللي حاجة بتقولها هل العدد هيزيد؟ ممكن يزيد. هو بص أنا هقول لك حاجة. إحنا داخلين في زمن يعني فعلا الشيطان عايز يضيع العيلة خالص وطريقة تضيع العيلة أن يضيع الجواز. فالجواز دلوقتي مهدد جدا. إزاي يهدد؟ sex before marriage. رجالة مع رجالة وستات مع ستات. كتر الطلاق. فقال طلع دلوقتي تقول ايه؟ بابا بيتخانق مع ماما طول النهار. ده ايه فاتت الجواز؟ ده فلان وفلان متجوزين بعض ويقول لك ده بابا وبابا. طب ايه يعني انا هتجوز لي واحدة ست؟ طب ده في ناس بتعمل جنس برا الجواز والدنيا ماشية عادي وبتاع. فعشان كده يا جماعة احنا لازم home education. لازم نعلم أولادنا في البيت. لازم تقروا الإنجيل في البيت. لازم تتكلموا على الآيات دي في البيت. لازم ما تستعتمدوش على مدارس الأحد. إحنا بنحاول بس إحنا بنقابلهم ساعة ساعتين. صحيح بيحبونا وإحنا بنحبهم وبيسمعوا كلامنا وأنا مقدر كلامنا دي وكل حاجة لكن أنتوا أهم.
لما بيشوفوا راجل أب وزوج وزوجة حلوين مع بعض، هادين مع بعض، حنانين على بعض، بيخافوا على بعض، مش ده أعظم إنجيل يقروا الولاد؟ لما يلاقوا إنه بابا وماما طول النهار خناق وطول عايزين يسيبوا بعض، والله أعلم بيعملوا إيه بعض، ما إحنا نفسنا يا جماعة بنهين سر الجواز، اسمحوا لي يعني. نمرة اتنين أو تلاتة، ليه في البيت طول النهار ماسكين آيبادز؟ ليه ما يكونش يجي يوم في الأسبوع نقول عايزين نسمع حاجة كلنا مع بعض، وتدوروا على حاجة زي كده، فيلم، ممكن تلاقوا فيلم جميل على الحاجات دي، الخدام يكونوا عارفينه، قصة تسمعوها، وعظة من حد من اللي بيتكلم في الحاجات دي، ومش لازم تكون على الحاجات دي، أي حاجة، مجرد يحسوا إن العيلة لها قيمة ولها وحدة. بعد كده المدرسة تقول زي ما تقول، إحنا مش هنتأثر. ما ياما وإحنا بنكبر كنا بنتعلم، كنا بنقرأ القرآن في المدرسة وكنا بنحفظه وبنمتحن فيه، طب ليه ما بقيناش مغيرناش ديننا؟ لأن كان في بيت قوي، كان في بيت قوي، بترجع ده مذاكرة، وده لازم تذاكره، ولازم تكتب الكلام ده. فهو لو تسأل هيكتب الكلام ده، وانت هتقوله كده، انت ما تقدرش تقوله ما تكتبش وان هم دول يروحوا النار، لا طبعا، لكن انت في نفس الوقت بتعلمه. كلنا كبرنا في جو زي كده يا جماعة، اشمعنا النهاردة لما أولادنا يدخلوا في جو زي كده نقول ما فيش حل؟ اشمعنا؟ طب ما احنا كنا بقالنا 100 سنة في مصر وطلعنا عظماء في الإيمان وكلكم بركة، يبقى نيجي دلوقتي؟ ما تخافوش يا جماعة، ربنا مش هيسيبنا، ربنا مش هيسيبنا، بس يعملوا اللي عليكم. أنا متهيألي يا جماعة أنتوا عراكوا شغل بكرة، فكفاية نرجع عمل محاضرة للشباب عن ليس ما كل ما هو قانوني. طبعا عندك، تفضل يا أبي اختم بقى. إيش يا دكتور، كتر خيرك، حي ربنا يعوضك. أخيرا يا ربي يسوع، كان مستحقتنا كل الشكر يا أبانا الذي في السماء، تتقدس اسمك، يا إلك وتكتكب مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر لمذنبنا، ولا تخذنا في تجربة، ولكن نجنا من شر المسيح يا رب لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. محبة الله الآب، نعمة الابن الوحيد، شركة موهبة عطية الروح القدس تكون مع جميعكم. كونوا في سلام، سلام الرب يكون معكم. شكرا لك يا دكتور، شكرا أحبائي. الله يقعد الأبد. شكرا، تصبح على خير، تصبح على خير. سلام، 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 سلام.